السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم في منهج كونكت 5 2023، وده منهجنا الجديد اللي نازل السنة دي واللي بيبتدي بالوحدة الأولى يونت 1 واللي عنوانها We Plant Our Food. We Plant Our Food يعني نحن نزرع طعامنا، نحن نزرع طعامنا. We نحن plant نزرع our food طعمنا. طبعا الكتاب اللي احنا شغالين منه ده كتاب المعاصر واللي هنشرح فيه دروسنا ان شاء الله وكمان نحل التمارين. بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. تعالوا يلا نبتدي اول درس معنا النهاردة لسن 1 واللي بيتكلم فيه عن food and drink. food and drink كلمة food حبايبي معناها طعام، وكلمة drink معناها شراب أو مشروبات. تاني food and drink. food and drink. تعالوا يلا نبتدي بالكلمات بتاعتنا. أول كلمة معانا كلمة beans. beans beans وbeans طبعا معناها eggs. eggs 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 طبعا معناها بيض. carrots 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 ودي معناها جزر. chocolate 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 كلمة chocolate معناها شوكولاتة. coconuts 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 ودي معناها جوز هند. lemons 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 حبايبي معناها ليمون. limes 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 طبعا اللايمز ده اللي هو اللايم وده ليمون حط. onions onions ولاحظ النوت مش onions 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 حبايبي معناها بصل. pineapple 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 ودي معناها اناناس. تعالوا معانا نشوف الاكسترا فوكابلري اللي هو مدهلنا. اول كلمه كلمه favorite 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 ودي معناها مفضل. chicken 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 دجاج. mango 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 المانجا. garden 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 بمعنى حديقة خاصة. market 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 بمعنى سوق. little 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 بمعنى قليل. healthy 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 بمعنى صحي. unhealthy 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 يعني غير صحي. bush 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 ودي معناها شجيرة. fresh 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 ودي معناها طازج. vein 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 ودي معناها جذع أو عرق. ground 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 طبعا كلمة ground معناها أرض. تعالوا نشوف يلا تصريف الأفعال بتاعتنا. أول كلمة كلمة collect 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 حبيبي بمعنى يجمع والماضي بتاعها collected 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 حبيبي. عارفين إن الـ ed بعد الـ t sound بتنطق ed عشان كده قلنا collected. plant plant planted planted love love loved loved think think طبعا دي معناها اعتقد والماضي بتاعها thought 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 eat eat ate ate have has have has والماضي بتاعهم had had grow grow والماضي بتاعهم grew grew. sell sell الماضي بتاعها sold sold sold. buy buy الماضي بتاعها bought bought bought. تعال نشوف the important expressions and prepositions. طبعا دي تعبيرات وحروف جر مهمة هلاقيها في الدرس. عندنا كلمة that's easy that's easy دي معناها هذا سهل. at the market at the market
معناها في السوق. grow on trees, grow on trees معناها ينمو على الأشجار. in the garden, in the garden لمعناها في الحديقة. it's okay, it's okay, it's okay لمعناها كل شيء على ما يرام. on the ground, on the ground, on the ground معناها على الأرض. تعال نشوف أول تمرين مديهولي، وده بناء على حفظي للكلمات. عندنا كلمة coconut شكل ما قلنا اللي هو جوز الهند، market اللي هو السوق، eggs يعني بيض، carrots اللي هو الجزر، healthy صحي، وmilk معناها لبن. تعال نشوف أول جملة بيقول لي I buy. طبعا عارفين حبايبي كلمة buy بمعنى يشتري. I buy fresh vegetables at the، يعني أنا بشتري خضروات طازجة. at the طبعا بشتري الخضروات الطازجة أكيد من ماركت، ماركت اللي هو السوق. فبالتالي هقول I buy fresh vegetables at the market. number 2 rabbit's favorite food is، rabbits حبيبي اللي هي الأرانب. تاني rabbits اللي هي الأرانب. favorite food يعني الطعام المفضل عند الأرانب is حبيبي شكل ما قلنا ان الاس ابوستروفي دي اس ابوستروفي الملكية. طب يا مستر ليه هو حاطط ابوستروفي بعد الاس؟ هقول لك طبعا لان الاسم ده اسم جمع، ولما اجي احط ابوستروفي اس للاسم الجمع بحط الابوستروفي فقط غير بدون الاس، فبالتالي بسميها اس ابوستروفي. فتبقى rabbit's favorite food is طبعا طعام الارانب المفضل عارفين حبايبي اللي هو الجزر، فتبقى rabbit's favorite food is carrots. carrots carrots حبايبي اللي هو الجزر. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول chocolate is delicious. شوكولاتة حبايبي اللي هي الشوكولاتة. is delicious يعني لذيذة. but not بيقول ان الشوكولاتة دي لذيذة ولكن ليست يعني مش ايه. طبعا عارفين ان الشوكولاتة مع انها لذيذة لكنها مش صحية. but not healthy. قلنا healthy حبايبي معناها صحي. تاني healthy معناها صحي. طبعا كلمة not healthy كلها على بعضها بتساوي كلمة unhealthy. unhealthy معناها غير صحي. تاني unhealthy معناها غير صحي. تعال نشوف نمبر 4 بيقول they raise chickens to get. خدنا قبل كده كلمة raise بمعنى يربي، فبيقول they raise chickens، chickens اللي هو الدجاج، to get fresh every day. طبعا انا بربي الدجاج، الدجاج ده بيدينا حاجتين لحمة في نفس الوقت بيدينا البيض، فبالتالي هنا اللي مديهولنا هو eggs. eggs حبايبي اللي هو البيض، فبالتالي هقول they raise chickens to get fresh eggs every day. number 5 بيقول that is a fruit with a hard shell. كلمة hard حبايبي بمعنى صلب. تاني hard بمعنى صلب، with a hard shell يعني بقشرة صلبة. كلمة shell هنا لما تيجي مع الفواكه أو النباتات يبقى معناها قشرة. and white inside وجواها أبيض. طبعا الثمرة، كلمة طبعا fruit هنا بمعنى ثمرة، الثمرة اللي بتبقى من بره قشرتها صلبة ومن جوه بيضة، طبعا دي طبعا ثمرة جوز الهند، فبالتالي هقول the coconut. تاني the coconut. تعال حبايبي نشوف أول محادثة معانا في الدرس الأول، وبيقول لي listen استمع read اقرأ and role play، ومثل كمان الأدوار أو تبادل الأدوار. طبعا البنت هنا بتقول what's your favorite food فريدة. what's your favorite food فريدة. what's your favorite food معناها ما طعامك المفضل يا فريدة. طبعا حبايبي مهم جدا ان انا اعرف ازاي اسأل عن الطعام المفضل، يعني لما بقول الواحد ما هو طعامك المفضل اسأله ازاي. قال لي لما اجي اسال ما هو طعامك المفضل بسال بكلمه what، وبعدين اجيب is، فهقول what is your favorite food. what's your favorite food يعني ما هو طعامك المفضل. تاني what's your favorite food ما هو طعامك المفضل. وهنا حبايبي لما اجي اجاوب برضو لازم اعرف اجاوب ازاي. لما حد يقول لي what's your favorite food ممكن اجاوب بطريقتين اتنين. اول حاجة بشيل وات وعلامة الاستفهام وبدل از مع الفعل اللي وراها، يور بتتحول في الاجابة لماي، فهقول ماي favorite food is،
وابدأ اجيب الطعام المفضل. يعني my favorite food مثلا is chicken. chicken معناها الفراخ. طيب ممكن الاجابة التانية ان انا اقول I like. I like بمعنى انا احب، وبرضو اجيب chicken. chicken بمعنى الفراخ. طب في اجابة تالتة؟ لا، ايوه في اجابة تالتة، ممكن اقول it's chicken. it's chicken يعني هو الفراخ. يبقى اذا لما حد يقول لي what's your favorite food، او لما انا احب اسأل حد ما هو طعامك المفضل بقول what's your favorite food. لما اجي اجاوب باي طريقة من التلاتة، يا اما اقول my favorite food is واجيب الاكل، او ان انا اقول I like واجيب الاكل، او ان انا اقول it's واجيب الاكل بتاعي. طبعا لو حبيت اقول بقى ما هو طعامك الصحي المفضل، بزود هنا بس كلمة healthy. healthy بمعنى صحي، يعني اقول what's your favorite healthy food، يعني ما هو طعامك الصحي المفضل. ففريدة بتقول لها that's easy it's a chocolate. قالت لها اه ده سؤال سهل خالص. it's a chocolate، chocolate اللي هي الشوكولاتة. فقالت لها I love chocolate. كلمة love حبيبي معناها يحب. I love chocolate too. أنا بحب الشوكولاتة أيضا. But it isn't healthy. Is it؟ بتقول لها لكن هي مش صحية. أليس كذلك؟ حبيبي isn't it ده بنقول عليه سؤال مزيل، وكل الأسئلة المزيلة معناها أليس كذلك. فبتقول لها مش كده. فقالت لها I think it's okay to eat a little. لا بس انا متهيألي او اعتقد ان الجيد ان احنا نتناول القليل منها. but yes لكن بالفعل it's unhealthy هو غير صحي if you eat a lot لو انت كلتي كتير. فبتقول لها what's your favorite healthy food. هنا بقى بدأت تحدد لها، بتقول لها يا ترى ايه هو طعامك الصحي المفضل. يعني ما جابتلهاش كده الطعام عموما، لا your favorite healthy food. فقالت لها oh I like chicken and I like fish. ايوه ده انا بحب الدجاج وكمان بحب السمك. but حبيبي معناها لكن. my favorite is mango. يبقى هنا جابتلها حاجات هي بتحبها، ولكن قالت لها المفضل عندي هو المانجا. we have a mango tree in the garden. يعني احنا عندنا شجرة مانجا في الحديقة. فقالت لها I love mango too. يعني انا بحب المانجا ايضا. لاحظ هنا تاني كلمة too معناها ايضا. we don't have a mango tree. بس احنا ما عندناش شجرة مانجا شكل ما عندكم انتوا في الحديقة. we have a lime tree. بس احنا عندنا شجرة lime and a lemon tree وشجرة ليمون اصفر كمان. ففريد قالت لها my uncle grows onions. بتقول لها ده عمي بيزرع بصل. and potatoes وكمان بطاطس. he has chickens too وعنده كمان فراخ. he collects fresh eggs every day. ده بيجمع، كلمة collects يعني بيجمع، fresh eggs يعني بيض طازج. every day كل يوم. sometimes he sells them at the market. يعني احيانا بيبيع البيض ده كمان في السوق. المفروض ان انا بقرا المحادثه دي مره واثنين وثلاثه لغايه تقريبا ما احفظها. طبعا حبايبي لو بصينا في صفحه 23 هتلاقيه مديني how we grow lemons. how we grow lemons معناها كيف نزرع الليمون. طبعا المفروض ان انا ببص في الصور دي ومن خلالها بعرف ازاي بزرع الليمون، وفي الاخر ازاي بحصل على الليمون، وكمان اعمل عصير ليمون اللي هو الليمونات. طبعا لو شفنا البنت هنا هنلاقيها اول حاجة she took اخدت the lemon seed. seed اللي هي بذرة الليمون او lemon seeds بذور الليمون. then she put them in a pot يعني وضعتهم في الصيص with soil يعني حبايبي في تربة. حبايبي كلمة التربة اللي احنا بنزرع فيها اسمها soil، والصيص طبعا اسمه pot. so she put them in a pot with soil. اكيد طبعا حبايبي بعد ما احط البذور في الصيص اللي في التربه، بعد كده I water them. water them بمعنى ان انا برويها. وشكل ما احنا عارفين لما اروي البذور دي، البذور دي germinate، وgerminate حبايبي معناها بتنبت وتدينا seedling. seedling اللي هي الشتله. بعد كده الشتله دي بتكبر لغايه ما تبقى a lemon tree،
ليمون تري بمعنى شجرة ليمون. بعد كده أكيد حبايبي الليمون تري هتدينا الليمون فروت اللي هي ثمرة الليمون، وبعد أكيد ما ثمرة الليمون تطلع بنبدأ إحنا وتندق طبعا أكيد بنبدأ بيك ذم، بنبدأ نقطف الليمون ده، وفي آخر مرحلة بنعمل الليمون ده ليمونات، ليمونات حبايبي اللي هو العصير. تعالوا حبايبي بقى مع بعض نشوف كده تمرينات الدرس الأول. طبعا بيقول لي كمل المحادثة دي من خلال الكلمات اللي موجودة عندك. تعال نشوف أول كلمة، كلمة healthy، قلنا healthy حبايبي معناها صحي. عندنا كلمة chocolate بمعنى الشوكولاتة. عندنا كلمة favorite بمعنى مفضل، تاني favorite بمعنى مفضل، وchicken بمعنى دجاج، وعندنا كمان market اللي معناها سوق. إناس بتكلم دنيا، إناس بتقول لها what's your A food دنيا، what's your A food دنيا. طبعا أكيد برافو عليكم، حول what's your favorite food، قلنا favorite بمعنى مفضل، تاني favorite بمعنى مفضل. قالت لها it's A but it's not healthy، مين في الأطعمة دول اللي مش صحية؟ برافو عليكم كده chocolate، chocolate بمعنى شوكولاتة. يبقى إذن هتقول لها it's a chocolate يعني هي الشوكولاتة but it's not healthy. طبعا هل الديالوج بيعتمد على قراءة الديالوج بتاع الدرس أكتر من مرة. إناس بتقول لها do you like a food؟ قالت لها yes I like a fish and a mango، لما بص على السمك والمانجو هلاقيه أي نوع من الطعام؟ برافو عليكم هتقوله طعام صحي، فبالتالي هقول do you like healthy food، ثاني do you like healthy food، healthy food اللي هو الطعام الصحي. yes I like what fish and mango، طبعا مين الأطعمة الصحية اللي مع الفيش والمانجو فوق؟ برافو عليكم كده chicken، chicken بمعنى الدجاج، chicken بمعنى الدجاج. الناس قالت لها do you have any mango trees in your garden؟ قالت لها yes I do، بتقول لها هل انت عندك أي أشجار مانجا في الحديقة؟ قالت لها yes I do. تعالوا نشوف السؤال الثاني، بيقول read and match A with B، تعالى بيقول اقرا وصل A و B. نمبر 1 بيقول too much chocolate، too much chocolate حبايبي معناها الكثير من الشوكولاته، ثاني too much chocolate يعني الكثير من الشوكولاته، ماله احنا قلنا الشوكولاته طعام غير صحي فلازم اقول is unhealthy، is unhealthy يعني غير صحي. نمبر 2 بيقول we buy fruit يعني احنا بنشتري الفاكهه، بنشتري الفاكهة منين؟ أكيد من السوق، فحقول at the market، تاني at the market. number 3 بقول chicken is my، chicken is my طبعا الدجاج ده هو ايه؟ شكل ما قلنا الدجاج ده طعام، ويبقى هنا حقول الدجاج هو طعام المفضل، فحقول chicken is my favorite healthy food، is my favorite healthy food يعني طعام الصحي المفضل. number 4 بقول my dad يعني بابا، ماله بابا؟ مفروض بابا ده فعل فانا عايز وراه فعل، فهقول my dad ودي جملة عادية يعني مش معقول حول food ولا you doing لان ده سؤال، فهقول my dad grows يعني بيزرع lemons يعني ليمون in our garden في الحديقة بتاعتنا. number 5 بقول what's your favorite حبايبي، لما ابدأ بwhat يعني ده سؤال، يا ترى هقول what's your favorite food ولا what's your favorite you doing؟ أكيد what's your favorite food يعني ما طعامك المفضل، what's your favorite food يعني ما طعامك المفضل. تعالوا نشوف سؤال الترتيب يلا مع بعض، وقلنا سؤال الترتيب ده يا جماعة بيعتمد بشكل كبير جدا على حفظي لموضوع الدرس، يعني اللي بيقرا كتير هيحل كويس واللي بيحفظ هيحل أفضل. هنا بقول like and I fish and chicken، like طبعا معناه يحب، and معناها هو I أنا، fish يعني سمك، وchicken يعني دجاج. أكيد لازم أترجم الكلام في دماغي وأكون الجملة في دماغي الأول وبعدين أكتبها، المفروض إن أنا عايز أقول أنا بحب الفراخ والدجاج أو الدجاج والفراخ، فإذا هقول I أدي الفعل بتاعي like أحب، I like chicken يعني أنا بحب الدجاج، and fish يعني بحب الدجاج والسمك، I like chicken and fish. طيب تعال نشوف الجملة الثانية، he fresh collects every eggs day، طبعا he هو fresh قلنا طازج، collects معناه يجمع، every كل eggs بيض day
يوم. طبعا عايز اقول ان هو بيجمع بيض طازج كل يوم، طبعا شكل ما قلنا بالظبط في المحادثه، فهقول هي الفعل بتاعي collects، يعني هو بيجمع fresh، حبايب الصفة بتيجي قبل الاسم يبقى fresh eggs يعني بيض طازج، وطبعا every day بتيجي ظرف الاخر طبعا، يبقى هقول he collects fresh eggs every day. تعال نشوف نمبر 3، عندنا garden بمعنى حديقة، mangoes بمعنى مانجا، we نحن in our grow، grow بمعنى يزرع، يبقى المفروض انا عايز اقول ان احنا بنزرع مانجا في حديقتنا، يبقى المفروض اقول we، ادي الفعل بتاعي، الفعل بتاعي grow يعني بنزرع، طب بنزرع ايه؟ اكيد mangoes اللي هي المانجا، وبعدين in في حديقتنا اسمها our garden، تاني حديقتنا اسمها our garden، so we grow mangoes in our garden، يعني احنا بنزرع المانجا في حديقتنا. تعالوا نشوف يلا صفحة 25 التمرين رقم 4، بيقول لي read and choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا المفروض ان احنا هنقرا ونختار الاجابه الصحيحه من A او B او C او D. نمبر 1 بيقول لي my uncle planted an apple tree in his. my uncle يعني عمي، planted يعني زرع. الكلام ده في الماضي، قلنا الفعل ده حبايبي فعل عادي لانه بينتهي بايدي. an apple tree يعني شجره تفاح، in his A. يا ترى office مكتب، library مكتبه، room garden. طبعا هيزرع في اي مكان من دول؟ اكيد هيزرع في الجاردن في الحديقه. نمبر 2 بيقول لي cookies and candies. cookies حبايبي اللي هو الكعك، and candies والحلويات، or busy، busy حبايبي بمعنى مشغول، fresh بمعنى طازج، unhealthy بمعنى غير صحي، طيب وhealthy بمعنى صحي. يا ترى الكوكيز والكانديز والحلويات، قلنا الحاجات دي كلها أطعمة غير صحية، فبالتالي هقول unhealthy، لأنها طبعا الحلويات شكل ما احنا عارفين بتضر بالسنة. طب تعال نشوف نمبر 3، بيقول we buy fruits يعني احنا بنشتري الفواكه، and vegetables يعني الخضروات، اذ احنا بنشتري الخضروات والفواكه منين؟ من البيكري يعني من المخبز، ماركت سو، لايبرري المكتبة، ولا سكول مدرسة؟ أكيد طبعا ماركت، يعني بنشتري الفواكه والخضروات من السوق. نمبر 4 بيقول fish is food it's good for our body it's good for our body، بيقول إن السمك ده طعام إيه، وبعدين بعدها بيقول it's good، good حبايبي معناها جيد، واللي جيد لأجسامنا، طيب طالما السمك ده جيد لأجسامنا يبقى طعام إيه؟ يا ترى easy سهل، healthy صحي، fast سريع، unhealthy غير صحي، طالما هو جيد فأكيد هقول healthy. نمبر 5 بيقول the farmer، farmer حبايبي اللي هو الفلاح، fresh vegetables at the market، fresh vegetables at the market يعني الفلاح خضروات طازجة في السوق. طيب الفلاح ده يا ترى plants بيزرع خضروات طازجة في السوق، ولا بيكس بيخبز خضروات طازجة في السوق، سيلز بيبيع خضروات طازجة في السوق، ولا جروز بيزرع خضروات طازجة في السوق؟ حاولوا لأ، the farmer sells يعني بيبيع الخضروات بتاعته في السوق. تعال نشوف السؤال الخامس معانا، بيقول لي punctuate the following sentences. تعال انا نرقم الجمل دي. طبعا الترقيم وضع علامات الترقيم، يعني لو في حرف كابيتال اعمله، لو في كوما احطها، لو في ابوستروفي احطها، لو في فلسطول، لو في كويستشن مارك، شكل ما احنا عارفين. تعال كده بيقول لي علي thinks ice cream is healthy. طبعا علي هنا المفروض ان اسمه شخص، وكمان جاي في بدايه الكلام، يبقى الاي لازم تكون كابيتال. علي thinks فعل ما فيهوش اي حاجه، ice cream is healthy، طبعا دي جملة عادية جدا، فبالتالي في الاخر هحط فلسطين يعني نقطة. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي my favorite food is rice. طبعا my الام طبعا هتبقى كابيتال لانها في اول الكلام، favorite food is rice، جملة عادية جدا ففي الاخر هحط فلسطين.
تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف معانا. وسؤال الباراجراف هنا بيقول write a paragraph of 30 to 40 words using the following guiding elements. طبعا المفروض ان في الباراجراف بتاعنا بنكتب 30 او 40 كلمة. 30 او 40 كلمة دول هما اللي بيكونوا لي الباراجراف. وطبعا شكل ما قلنا ان في حاجات مهمة جدا لازم الاحظها وانا بكتب الباراجراف عشان الباراجراف بتاعي يطلع بشكل سليم. تعالوا حبايبي يلا نشوف ازاي هنكتب الباراجراف بتاعنا بشكل مثالي. الباراجراف بيتكلم عن your favorite food. your favorite food يعني طعامك المفضل. طبعا كان الكلمات اللي مديها لنا هي كلمة healthy، وhealthy معناها صحي، like معناها يحب، وكلمة have معناها يتناول، وunhealthy بمعنى غير صحي، وجود بمعنى جيد. قلت حبايبي لما اجي اكتب الباراجراف دايما في اول جملة لازم اسيب اندنت. اندنت اللي هو الفراغ، يعني ما ينفعش ابدا السطر الاولاني من اوله. طبعا لما اجي اكتب الجملة الاولى او بداية الكلام دايما تبدا بحرف كابيتال. طبعا هبدا جملة افتتاحية وهي ان انا هقول I like، يعني انا احب eating، يعني اكل healthy food. healthy food يعني الطعام الصحي. تاني I like eating healthy food. بعد ما اخلص جملتي حبايبي لازم احط فلسطين خلاص عشان يبقى الترقيم بتاعي صحيح. طب لما اجي ابدا جمله جديده ببدا بكابيتال لتر، ما ينفعش ابدا بسمول لتر، فهقول my favorite. طبعا خلي بالك السطر التاني بكتبه منين؟ من الاول بقى عادي، مش هسيب اندنت تاني. يبقى my favorite healthy food is، واجيب بقى اي اكل صحي، مثلا fish، يعني طعامي المفضل الصحي هو السمك. طبعا هنا ممكن اجيب السبب، يعني ليه انا بحب السمك. هقول I like it، يعني انا بحب السمك ده، because يعني لانه it، ويدي عايد على السمك، gives us يعني بيدينا protein. يعني بروتين، يعني بروتينات. it is good يعني حبايبي جيد، for our bodies يعني هو جيد لأجسامنا. طيب اجيب حاجات تانية، ايوه عادي جدا، هقول I also like، يعني انا كمان بحب fruits and vegetables، يعني انا بحب الفواكه والخضروات. طب السبب ايه؟ اكيد they، يعني دي عايدة على الخضروات والفاكهة، give us، give us يعني بتدينا vitamins. يعني ايه vitamins يا حبيبي؟ فيتامينات. طيب vitamins اكيد they protect us، protect us يعني بتحمينا from، يعني من diseases، يعني من الامراض. جميل خالص. طيب ممكن اقول انا ما بحبش ايه، يعني ممكن اقول I don't like unhealthy food، يعني انا ما بحبش الطعام الغير صحي. ليه؟ هقول it's bad for our health، يعني هو سيء على صحتنا. تاني it's bad for our health. وبأنا كده كتبت باراجراف بسيط وسهل في نفس الوقت، اقدر احفظه لان كلماته كلها بسيطة. تاني I like eating healthy food، سبت اندنت فل ستوب. my favorite healthy food is fish، وبعدين الفل ستوب بتاعتي I like it because it gives us protein، بيدينا بروتينات. it برضو في الستوب capital letter. it's good for our bodies، يعني كويس لأجسامنا. I also like fruits
and vegetables، بحب الفواكه والخضروات. They give us vitamins، لأن الحاجات دي بتدينا فيتامينات. They protect us from diseases، بتحمينا من الأمراض. I don't like unhealthy food، يعني أنا ما بحبش الطعام الغير صحي. It's bad for our health، لأنه سيء على صحتنا. Thank you very much for watching، but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. حبايبي يلا اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة، وكمان يعمل لنا لايك وشير عشان نكمل حلقتنا ان شاء الله. تابعونا في الحلقة الجاية ان شاء الله مع الدرس الثاني ان شاء الله في كتاب المعاصر، سواء شرح او حل تمرينات. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. السلام عليكم.